ونتحول لمتابعة الشأن العربي، فقد أعلن المقاتلون الأكراد في مدينة كوبانيا السورية أعلنوا عن تقدمهم في عدد من أحياء المدينة بعد معارك مع مسلحي تنظيم داعش. يأتي ذلك في وقت وصلت طائرات التحالف الدولي قصفها على مواقع تنظيم داعش، حيث شنت غارة جوية على قرية ميناس جنوب غربي كوباني. ومن جانبها قالت القوات الكردية إنها أعطت الأمريكيين إحداثيات لتحديد أهداف التنظيم لوقف تقدم مقاتليه. أدى الآلاف